وعند البراح مليون هي ما انت الله يجيب لك واحد الزوجة تعدي تكبر شبيتني يا ابن عمها روح العسل الزور روح العسل الزور على الحياة تريدين قعدوا معنا يديكم قولوا معنا الله يستحل عودوا قولوا معنا الله يرفع قولوا يا رب الله يفرج على المحرم يدعو على المراد يكونوا مريض عبد الرحمن المشدوف قال الله يستلكني وش جاية واللي جاية واللي ما عندي لي أخبر كيف ما عندي لي أخبر واحد النهار قال لك واحد خلع عند واحد المرأة قال لي يبغي نزوج قال ربا تبع ما يبو الحي هذا ما احنا عليك مع معنا زينة هي وهي تريد ثم الله نبوله ومرأة زينة بغي تزوج من قهتا نزوج حل كتر اللي مروا له من قدام قال حق عدت الشمرة أنا أجدك الصوح الرضا بعلي في البلافوق هم عند الشمرة أروح الحي أروح المغمر وأسمع اللي هم ضم الحي وشتهم قلت له دقار وشتهم قلت له ديك شاشية الغربانية اللي من هذا عم الجرم رازي اللي هو قلت له أجرب على الثلاثة ما أفضل رحلة والزوج الزوج ثاني قلت له كان يرضى في واحد المغرب لله وقلت له قاعد قاعد تكريت مش شاب الحبال رفع عقروب وانت قاعد تهد مشين علقوا لك راه قاعد خوف قال لي علق له مما ثم لي سخسك شرب وقول الربع داخل الزمن وصلنا مع حضر وسيط لو كنت قاعد معايا يدك هات الله يغلبك على مرتك الله يغلبك على مرتك واللي نيدك هات قول معايا الله يستاهل ما سمعتكش قلت معايا الله يربح الله يربحك هذه حلقة هذا مغرب وانا راه بقتلي منظومة وبغي نولي عن سين ندعي لها ربي وما تضحكش قال لك كذي تحدى مهبور راقد بالغمرة هو ولي الله عنده عنه السر ما تعرف انا عند رجل امرأة من الحكا قايدة كي تبهتل قاعد معايا يدك هذا المغرب شميع من هو ضاير بيا شميع من هو معايا بغي تدخل انت تمشي باب تعطيني مفتاح الوالدين والله ما نقولك الحال اعطيني 2000 الله يبعد عليك الشقاء اعطيني ذي المفتاح قهوه مره الله يبعد عليك المصايب وانا راني باغي نكمل الغزوه كيجي عند هذاك السيد غادي تعطيني الغزوه الله ولي اقعد الربح والمسك والطول مره يا رب الله يفتح من عندك يا رب الله يفتح ايدينا يا رب الله يبعد عليك المصايب والله يستر لها الحق طوى واحده وحفظتها اعطيني ذي المفتاح لا تورهوا الله